نبقى على الأسئلة، نبقى على الأسئلة وبعد ما نفرغ من الأسئلة نعطي لشيء آخر. إذا في أسئلة تفضل. تفضل. ما قولكم في البيتكوين، في العملة الإلكترونية هذه؟ إيش السؤال؟ العملات الرقمية ما حكمها؟ العملات الرقمية. هذا السؤال تكرر كثيرا في هذا في مع إخواننا، لكن أنت تجلس فما سمعت الجواب. ومن ألبانيا لم يكن موجود هنا. نعم. أولا، ما هو المال؟ ما هو المال؟ الحافظ في الفتح، حافظ بن حجر، يقول عن المال: هو الساكت الناطق. قال الساكت الأرض والعقار، والناطق الدواب، أجلكم الله. فكل ما تعارف الناس عليه أن له قيمة، وهذه القيمة تكسب بجهد شخصي وتعرف بأنها لفلان، سواء كانت حقوقا مادية أو معنوية فهي مال. قديما كان الإنسان يتعب يحصل، اليوم أكثر الناس شقاء في تعبه في بدنه أقل الناس تحصيلا للمال، وأغلب الأموال ليست أموال مادية، أغلبها قضايا معنوية. فكل شيء اعتبره الناس له قيمة، وهذا الاعتبار يسجل باسمه ما لم يصادم نصا فهو مال، فإن صادم نصا فهو مال غير محترم. الخمر مال لكن غير محترم، الخمر مال لكن غير محترم، وهكذا. الحقوق المعنوية مال؟ نعم مال. الحقوق المعنوية قسمان، وهي العملات الرقمية تدرج تحت الحقوق المعنوية. قسم لا يصادم نصا شرعيا، وتعارف الناس على أنه مال، مثل الماركات المسجلة مال. قد تدخل على محل صاحبه ماهر في صنع الحلويات، لا يبيعك اسمه بمئات الألوف بالدنانير، والموجود في المحل عنده سدرين أو ثلاثة وأربع خمس طاولات ثمنها ما تسوى 1000 يورو، وهو يبيعك اسمه، لا يبيعك اسمه بمئات الألوف من الأموال. هذا مال، وهذا مال له قيمة. وكذلك رخص الاستيراد ورخص التصدير، وكذلك حقوق الابتكار، كذلك حقوق التأليف وما شابه، هذا كلها أموال معنوية. في قسم آخر من الأموال الحقوق الشرعية، لم يكسبها الإنسان بتعبه، وإنما أعطاه إياه الشرع، فهذه لا يجوز أن تباع، مثل حق الشفعة. تغفلت رجل فبعته بيتك بمال كبير، ثمن البيت مثلا 10,000 يورو، بعته ب100,000 يورو، فخشيت أن يطلبه الجار الملاصق لك. أولى الناس في الجار من أولى الناس؟ الجار اللصيق أولى من أن يشتريه من البعيد. فقلت هذا الرجل يبيعه ب100,000، والجار اللصيق يعرف إذا بعته بيعه 10,000، فقلت له أنا أعطيك 5,000، امضي هذه البيعة أعطيك 5,000. مضت البيعة، رفع أمرك للقضاء، فذهبت للقاضي، قال أنت عندك أقررت له ب5,000؟ قال نعم. هذا حق شرعي، حق الشفعة حق شرعي، والحق الشرعي لا يجوز الأخذ عليه شيء. القاضي بيقول روح ما إليك شيء، 5,000 هذه اللي وعدته والتي أنت وعدتها بها ليست لك. كذلك حق المبيت عند الزوجة، ضرة صالحت
رجل عنده زوجتان، فواحدة صالحت الأخرى أن تكون هذه الليلة لها لسبب أو لآخر، فهذه لا تباع، هذا حق شرعي، هذا ليس حق شخصي مكتسب. العملات الرقمية تدرج تحت الحقوق المعنوية ولها قيمة، لكن من شروط العلماء في المال ألا يكون فيه غرر. فقد أخرج مسلم بسنده إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغرر. ما هو الغرر؟ الغرر الذي لا تعرف عاقبته، الشيء الذي لا تعرف عاقبته هذا غرر. الآن العملات الرقمية لجأت لها الآن دول ولم تسن بعد كقانون دولي حتى يضبطوا حركة المال والحوالات وما شابه، والأغلب الأسباب أسباب أمنية، لكن تغتريها يعتريها الغرر. شو الغرر؟ يعني اليوم العملة تكون ثمنها مثلا 10,000، غدا تصبح 1,000 في اضطراب، العاقبة القيمة مجهولة. فالعملات الرقمية اليوم ممنوعة، وسبب منعها وجود الغرر فيها. ولعل وأظن أن هذه المدة ليست بعيدة، من سمع من بعدنا، ولعله تكون عقود بعد عقود من الآن، يسمع كلامي هذا يقول الشيخ بقول، الشيخ بقول العملات الرقمية حرام. أنا ما أقول حرام، أنا أقول يوجد للعملات الرقمية في الشرع نصيب، لكن بشرط، والشرط لم يتحقق، بشرط والشرط لم يتحقق. فالشاهد وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى أن العملات الرقمية فيها غرر، فتمنع للغرر الذي فيها، فإن ضبطت ورفع هذا الغرر فهي حلال. هذا والله أعلم.